اشتراككم معنا في هذه الجولة اللي بدأت الحقيقة من مدينة السادات في محافظة المنوفية. والحقيقة أنا شرفت برفقة معالي وزراء الإسكان والتنمية المحلية والصناعة. الحقيقة يمكن النهاردة كان عندنا الحقيقة تفقد طبعا لمشروع المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وهذا البرنامج اللي كان الحقيقة كان حلم للقيادة السياسية بدأ من 2014-2015 بأن احنا يعني نصل إلى 1,000,000 وحدة سكنية لشبابنا والأسر محدودة الدخل. والنهاردة الحمد لله الواحد سعيد جدا 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 ان هو فعلا ان احنا النهاردة فعلا بنعلن ان احنا اتمينا وجاري تنفيذ اخر مجموعة من 1,000,000 وحدة سكنية. احنا هنا بنتكلم على السكن لكل المصريين، مستوى الوحدات اللي حضراتكم شايفينها اللي هي للشباب والمحدودي الدخل، الوحدات اللي هي كانت بتبقى في حدود 90 متر كمتوسط، ودي كانت للفئة اللي احنا كلنا بنتكلم عليها محدودي الدخل والشباب. انا بتكلم هنا على 1,000,000 وحدة سكنية، مش فقط وحدة، وده الاختلاف الحقيقي، ان احنا بنتكلم على مجتمع متكامل، مناطق اللاندسكيب، الخدمات، مدارس، ملاعب، وحدات صحية، كل الوحدات التجارية، كل الخدمات اللي المواطن من يوم ما هيجي يسكن ويستلم شقته بيجد كل الخدمات، والأهم جودة حياة فعلا لهذه الجودة حياة لي والأولاده. يعني احنا هنا بنستهدف الأطفال، لما بينشأ الطفل في مجتمع بهذا الشكل بالتأكيد بيبقى هذا الطفل بيبدع ويبقى قادر على خدمة بلده في المرحلة الجاية. هنا احنا بنتكلم على 1,000,000 وحدة سكنية فقط في هذا المحور، ده بالإضافة إلى حوالي 300,000 وحدة سكنية الدولة خلصتهم ونفذتهم وسلمتهم، اللي هم بديل المناطق الغير أمنة والعشوائيات. ده غير مشروعات ومبادرات أخرى رئاسية زي إسكان عواصم المحافظات، وغير مستويات الإسكان الأخرى اللي الدولة بنتها للمتوسط وفوق متوسط. فإحنا بنتكلم حقيقة في حلم كبير جدا الدولة المصرية الحقيقة اشتغلت عليه على مدار 8 و9 سنوات الماضية، والحمد لله النهاردة بنجني ثمار هذا البرنامج. والأهم إن هذا البرنامج مستمر، إحنا مش بنقول خلاص إحنا كده وصلنا 1,000,000 وحدة وبنتوقف، بل على العكس هذا البرنامج حيظل مستمر ونحقق الحقيقة الهدف والمقولة اللي قالتها لنا القيادة السياسية، إن إحنا عايزين نوصل إن أي مواطن يتقدم لوحدة يقدر إن هو ياخد هذه الوحدة، وطبعا بيتطلب جهد هائل لأن إحنا بنبني على مختلف ربوع الجمهورية وفي كل محافظات مصر. هذا الموقع فقط اللي هي مدينة حدائق أكتوبر بنتكلم على 147,000 وحدة، يعني حضراتكم لو بنقول كده مجازا 150,000، لو بنتكلم على أسرة أربع أفراد إحنا بنتكلم على 600,000 مواطن، 600,000 مواطن هيبقوا موجودين فقط في هذه المدينة. هو ده الحلم فعلا اللي احنا النهاردة كلنا بنجري ان احنا ندبر الوحدات السكنية ونحقق حلم شبابنا المقبلين على الزواج او اسر محدودة الدخل انها تجد مسكن لائق، جودة حياة على اعلى مستوى. ربنا يقدرنا ان شاء الله ويستمر هذا البرنامج على طول ضمن دائما المبادرة الرئاسية وكل المبادرات اللي الدولة بتقوم بيها. الحقيقة الجانب الآخر من الزيارة أيضا كان تفقد لأربع مصانع في مدينة السادات، ولو حضراتكم تاخدوا بالكم المصانع بتغطي أكتر من قطاع. بدأنا بقطاع الأجهزة المنزلية، ثم قطاع الأغذية والأغذية الغذاء، ثم موضوع الزيوت وبرضو زيوت الطعام، وأخيرا قطاع الغزل والنسيج. المصانع دي كلها بتشغل آلاف من شبابنا، والحياة كلها اشتغلت في خلال الفترة السابقة، والأهم إن كلها لديها خطط للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي. يعني احنا بنتكلم في الجزء الخاص بالأجهزة المنزلية بقى المنتجات اللي احنا شايفينها كانت بتتكلم على مكون محلي من 75-90%. النهاردة طبعا موضوع الغذاء، وده يمكن الحقيقة كان مشروع مثير للاهتمام، لأن الحقيقة هو شباب فكر فكرة إبداعية إن هو إزاي يطلع مش فقط منتجات تقليدية ولكن منتجات فعلا تلبي احتياجات الأسر الجديدة.
الأهم بقية المصانع دي لو حضراتكم تشوفوا هي مزيج ما بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطني، وده اللي الدولة النهاردة بتحرص عليه، إن إحنا بنجري ورا كل مصنع جاد وبنشوف طلباته إيه وبنشوف معاهم إيه خططهم. النهاردة على سبيل المثال كان أحد المصانع بيطلب أرض للتوسع عشان يعمل مرحلة جديدة، على طول وإحنا موجودين تم التوجيه لتخصيص أرض مجاورة للمصنع عشان يعمل على طول المرحلة التانية. هو ده دورنا كدولة، إن إحنا بنتابع مع بصورة على طول ومستمرة كل الناجحين وكل الجادين علشان إن إحنا نمكنهم إن هم يتوسعوا وينجحوا أكتر. لا سبيل للدولة المصرية في الفترة الجاية غير التركيز على قطاع الصناعة، وده أعتقد حضراتكم متابعين شغلنا الشاغل دلوقتي هذا القطاع إزاي نديله حوافز ومزايا، والأهم إن أي واحد النهاردة بيواجهه لا قدر الله أي مشكلة أو عائق بنحاول نحلها، والناجح اللي عايز يتوسع أيضا إن احنا نشجعه على هذا الموضوع. أنا بشكر حضراتكم، وإن شاء الله الفترة الجاية دايما هنبقى على طول بنحاول نبقى موجودين في كل محافظات مصر ونتابع كل المشروعات التنموية اللي الدولة المصرية بتقوم بيها، وأيضا التشجيع القطاع الخاص خاصة في قطاع الصناعة على تولي الانطلاق بصورة كبيرة جدا وتولي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري. شكرا لكم جميعا، متشكرين.